الكلاب ما تمرش فيهم حاجه واصل. بتهدى يا جدع انت وتفهمنا في ايه؟ واحد من اللي قاعدين بره زرعوا في وسطيهم من زمان عشان عامل حساب يوم زي ده، قال لي ان هم خلاص قرروا يستغنوا عني. طب وفيها ايه؟ ما انت عارف ان هم عملوا كده. ايوه بس مش بالصوره دي، ده زي ما يكونوا هم صدقوا. صحيح اخره خدمه الجزء حلقه. طب والعمل يا كبير؟ انا عارف كيف الجبلاوي، لا خيانه تهدني ولا عداوه تاثر فيا. المهم دلوقت لازم نتحركوا من هنا في اسرع وقت. المكان هنا هم خابرينه زين، ودي ناس ملهاش امان. قراب امرك يا كبير. الفجر تتحركوا على المكان الجديد اللي قلت لي عليه، وتعملوا المطلوب عشان ننقلوا فيه في خلال يومين ثلاثه. انت فاهم؟ امرك نافذ يا كبير.